بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا دكتور مصطفى سعد، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن محاضرة كورونيك ليمب إسكيميا. كورونيك إسكيميا meaning gradual decrease of blood supply of a limb or an organ leading to a group of symptoms. لو حصلت في الليمب تبقى تسمى peripheral limb ischemia، و symptoms تتراوح من colluction up to gangrene. Etiology of chronic limb ischemia. The most common cause of chronic limb ischemia is atherosclerosis, which is a disease of age. ده اللي هناخده بالتفصيل. هناخد الباثوفيسيولوجي والكلينيكال بيكتشر والدياجنوزيس اند تريتمنت. يليه على طول بيرجرز ديزيز which كير ان young adults، ده inhibit smoker persons، وده يختلف عن الاثيروسكلروزيس ان هو ليه seasonal attacks remission and exacerbation، ويحصل في الميديم sized arteries، والعيان بيشتكي من acute and of chronic مع هذه الديزيز. vasculitis occur مع الconnective tissue diseases زي الروماتويد arthritis وسكليروديرما، وده بياخد small vessels، والعين بيشتكي نفس البيكتشر بتاع الاثيروسكلروزيس لكنه بيبقى في الديستال اكتر من البروكسيمال فيزلز. وممكن تحصل فاسكولايتس مع بعض السندرومز اشهرها التكياسو والكواساكي سندرومز. بوبليتيال ارتري انترابمنت ده بيحصل برضو مع الفليانج ادلت، وده نتيجه لابنورمال اتاتشمنت اوف ذا ميديال هيد اوف ذا جاستروكنيميس ماسل. زي ما انتوا عارفين الجاستروكنيوس ماسل دي عبارة عن المين بالك اوف ذا كالف، بيبقى ليها it has two heads medial head and lateral head، ودي بتعمل intermittent colluction and contraction و repeated trauma للبوبليتيال artery، بتعمل injury of the intima وده liable ان يحصل له thrombosis او weakness في الوول و بص السينوتيك aneurysm. Other causes of chronic limb ischemia is coarctation of the aorta and cystic adventitia. Coarctation the meaning narrowing of the abdominal aorta بتعمل chronic ischemia in the lower limb، وممكن العين يبقى associated with معاها intestinal ischemia and renal ischemia. Risk factors of atherosclerosis: old age زي ما قلنا disease of age، smoking، diabetes mellitus and hyperlipidemia. Pathophysiology of atherosclerosis. Atherosclerosis زي ما قلنا in the disease of age، it is a complex process takes place across the arterial tree. في كل arterial tree in the body بيحصل diffusion of the bad lipids اللي هو low lipid low density lipoprotein through the injured intima، ويحصل له ديبوزيشن في الساب انتيمال سبيس، وهذه الديبوزيشن بيزيد جرادولي على حساب اليومن ويعمل نارونج اوف ذا ارتري، وبالتالي العين يشتكي من كورونيك اسكيميا. ممكن يحصل سلافنج او السريشن للاسيروما، ويحصل لها فراجمنتيشن وديستال امبوليزيشن، وممكن يحصل ثرومبوزيس ويدخل عيان في اكيوت اتاكس. Clinical picture of chronic ischemia due to atherosclerosis. Atherosclerosis is a systemic disease. ممكن يأثر على كل الأرتريز اللي في البادي، وبالتالي العين بتاع الكرونيك ليمب اسكيميا ممكن يبقى معاه associated diseases في الأذر أورجانز. ممكن يبقى معاه cerebral لو الكاروتيد affected أو vertebral basilar، والعين يشتكي من transient ischemic attack أو يجيله attacks of strokes. لو افكت الكورونري ارتريز العيان بيشتكي من انجينال بين ويسكرايب تشست بين. ممكن يحصل في الانتستينال فيزلز اللي هم السيليك ارتري سوبيريو ميزنتريك اند انفيريو ميزنتريك، والعيان يشتكي من بوست برانديال بين، الالم يجيله بعد ما ياكل، وويت لوس. رينال ارتريز افكشن بيعمل رينال هايبرتنشن، والعيان يشتكي من هيماتوريا. في البريفرال ليمب اسكيميا
ممكن نقسمها الى ستيتس اكوردنج تو فونتان كلاسيفيكيشن، في اذر كلاسيفيكيشن اذر فورد. المطلوب من الطلبه اللي هو الفونتان كلاسيفيكيشن فور ستيتس. ستيج 1 اسيمتوماتيك، ده عيان ما بيشتكيش من حاجه بس هو في عنده ابسنس اوف بالس اثناء ميجرنج اوف بلاد بريشر، اثناء مثلا اكزامينشن اوف ذا لور ليم لاي سبب من الاسباب. الدكتور بيلاحظ ان مفيش بالس لكن العيان ما بيشتكي، ده اسيمتوماتيك، ده مش محتاج تريتمنت، فولو اب واوبزرف. ستيج 2 اللي هو ستيج اوف كلوديكيشن، وده ممكن نقسمها الى ستيج 2A وستيج 2B. 2A مايلد كلوديكيشن، ده بيحصل البين افتر لونج ديستانس، ممكن من 300 ل 500 متر. مودريت تو سيفير، ده اقل من 200 متر. العيان بيشتكي من كلوديكيشن يبقى انترميتنت ويجي بعد اكسرسايز وبيبقى شكله كرامب لايك بين في الكالف لو العيان عنده فيمورو بوبليتيال، ممكن يبقى في الباتوك والساي لو اورتو ايلياك اوكلوجن. ستيج 3 ستيج اوف ريست بين، العيان يشتكي من ريست بين، بين بقى ديورنج ريست وبيزيد ويز الفيشن اوف ذا ليمب وينترفير مع السليبنج. بيخف ازاي؟ يخف ان العين ينام على تشير او يخلي رجله بجنب السرير وهو نايم تبقى ديبندنت. ستيج 4 ستيج اوف ألسريشن اند جانجرين، الالسرز بتبقى على البريشر ارياس زي الهيل وزي البيك 2، وممكن يبقى العيان يشتكي من جانجرين ومصر بيبقى مع الكرونيك سكيميا دراي جانجرين، في ويت جانجرين اند دراي جانجرين. ابر بيكتشر اكزامبلز للالسرز، لوور بيكتشرز اكزامبلز للدراي جانجرين. ابسنس اوف بالس، اي عيان بيشتكي من كرونيك ليمب سكيميا سيمبتومز يو هاف تو تشيك ذا بالس اوفر ذا ليمب، ليمب افكتد اند اذر ليمبس. لو العين عنده اورتو اليك سيجمنت اوكلوجن يبقى في يبقى ابسس اوف بالس اولوفر ذا لوور ليمب. لو سبيرد الاورتو اليك وعنده سوبرفيشال فيمورال ارتري اوكلوجن هتبقى البالس محسوس على الكومون فيمورال وبوبليتيال وديستال وابسنس اوف ذا بوبليتيال اند ديستال. لو العيان عنده بوبليتيال بالس فيمورال اند بالس اند بوبليتيال بالس وابسنس على الانتيريور تيبيال والبوستيريور تيبيال يبقى ده انفرابوبليتيال ارتري اوكلوجن. الديفرنشال دياجنوزس، سيمتومز وكرونيك سكيميا احيانا بتكونفيوزد مع سيمتومز واذر ديزيزز اشهرها السباينال كانال ستينوزس، بس ده العيان بيقول لك انا بتحسن لما دورنج ليننج فورورد وين اكزامينشن اوف ذيس بيشنت يو فايند ذا بالس يبقى بريزيرف البالس. الفينوس كلوديكيشن، ده patient developed بعد الDVT بيسموه post thrombotic limb وده بيتحسن مع leg elevation وبرضو لما تفحصه هتلاقي في preservation of pulse. diabetic neuropathy و severe pain و preserved pulse. severe arthritis، severe pain in the joint in the affected joint سواء الني أو الأنكل ويبقى في preservation of pulsation. investigation after how to investigate like a patient you have to do a lab investigation blood picture. اللي عنده ممكن يكون anemic، ممكن يبقى عنده infection. لو anemic بتcorrect الانيميا، لو infection increase white blood cells بتأجل operation او بتاخد antibiotic. لو في pus you have to drain the pus. blood sugar و blood sugar و renal function. blood sugar لو عنده diabetic you have to control blood sugar before operation. renal function you have to justify the renal function of this patient لان العيان ده يتعرض لكميه اشعه اثناء diagnosis او اثناء التريتمنت بالانجيوبلاستي و اي سي جي تو اكسكلود ذا كورونري افكشن. lipid profile و coagulation profile should be performed. دوبلر التراسونيك، دوبلر التراساوند ده بوكت دوبلر بنشوف بيه الانكل بريشرز في اللور ليمب او البريكيال بريشر والراديال والانر في الابر ليمب
ونعمل بيه اندكس مهم جدا في الفاسكولار سيرجري عند الفاسكولار سيرجون، اسمه انكل بريكال اندكس. ازاي نقيس الانكل بريكال اندكس؟ بنقيس البريشر على الانكلز، على الانكلز ارتريز وذ انكلز انتيرو تيبيال او بوستيرو تيبيال، ناخد القرايه الاعلى ونقيس البريشر على البريكيال رايت وليفت وناخد القرايه الاعلى. نقسم الانكل بريشر على البريكيال بريشر بيدي الاندكس المفروض نورمال بيبقى مور ذان 1 لان اللور لامب بلاد بريشر هاير ذان ذا ابر لامب بلاد بريشر. لو قل عن عن 1 يبقى ده في داخل على اسكيميا، وعلى حسب الديجري اوف اسكيميا بيقل الانكل بريكيال اندكس. يعني مثلا لو 0.4 ده كريتيكال لمب اسكيميا، 0.8 ده كلوديكيشن، 0.7 او 0.6 يبقى ده السر او ريست بين. دوبلر كلر دوبلر ده بيدنتيفاي لينز اوف ليجن، ده بيحدد لي اللينز اوف ليجن والارتري افكشن واذر ارتريز. يعني لو عين عنده لو لمب اسكيميا بشوف الاذر لمب وبشوف الكاروتيد وبشوف الابر لمب. بيحدد لي اللينز اوف ذا ليجن، بيحدد الاكسنت اوف ذا ليجن ثرو ذا ارتيريال سيركمفرنس، كان ديتكت الانفلو والاوت فلو والكولاترالز. السي تي والام ار اي انجيوجرافي دي برضو بعمل له العيان يكون الكيدني فانكشن بتاعته نورمال، بحقن داي وبصور الارتيريال تري كلها بيديني ايديا عن الارتري ارتيريال سيستم اوفر ذا بودي. ممكن لو انا صورت كل البادي بجيبها، لكن في النورمال في العاده انا لما اصور اللور لمب باخد اورتو الياك من اول ديسندنج اورتا اند اتس برانشز، وبيديني فكره عن اللينس اوف ذا ليجن والاكستنت والانفلو والاوت فلو. دايركت انجيوجرافي دي بخليها بريزيرف للانترفينشن، بعملها اثناء الانترفينشن لو انا اعمل انجيوبلاستي. الصوره دي بتوضح سي تي انجيوجرافي، ادي البابليتال ارتري اوكلوجن والارتري بيفور ذا اوكلوجن اند افتر بري اند بوست اند بري اند بوست سينوزيس، اللي قبل الاوكلوجن بروكسيمال اند ديستال تو ذا اوكلوجن. بروكسيمال ات از ان فلو والديستال اتس اوت فلو. اللور بيكتشر دي عباره عن كرونيك سكيميا برضو الارتري كلوجن ارتيريال كلوجن ويز كولاترالز تريتمنت. ستيج 1 ستيج 2 ده تريتد باي ميديكال تريتمنت. فيرست اوف اول يو هاف تو كنترول ذا ريسك فاكتورز، ستوب سموكينج، كنترول ذا بلاد بريشر، كنترول بلاد شوجر، ليبيد لورنج ايجنتس زي الستاتينز، والعيان انكرج ووكينج عشان ينهانس الكولاتر فورميشن، يمشي في اليوم اباوت 1 اور. ميديكال تريتمنت العيان بياخد فاز دايليتورز، بيعملوا فاز دايليتيشن للارتريول للارتريس، واشهرهم السيروتونين انتاجونست اللي هو نافتدوفريل وسيلستازول او بليتال والبروستاجلاندز. ده الميديكال تريتمنت للستيج 2. الستيج 3 والستيج 4 دول محتاجين انترفينشن، والانترفينشن ده بيفرق يا اما اندوفاسكولار يا اما سيرجري. الاندوفاسكولار ده فور سيفير كوليديكيشن اند كريتيكال لمب اسكيميا، بوسع الاطري بالون وبركب ستنت لو احتجت لها. امتى اركب ستنت؟ لو العيان حصل له، لو انا بشتغل وحصل ان ليميتد دايسكشن، لو الزيد والليجن مور ذان 30%، لو حصل ريكويل الارتري. طيب ايه الكوميونيكيشن بتاع الانجيوبلاستي؟ ومفروض ادي الصوره دي بتبين الالياك ارتريز بايلاترال انجيوبلاستي للالياك ارتريز ثرو تو بالونز، كل واحده منهم دخلت من الفيمورال ارتري على الابس لاترال، وبيسموها كيس ودي كيسنج بالون الالياك ديستنت ابلايد في السوبرفيشال فيمورال ارتري. ايه الكوميونيكيشن بتاع الانجيوبلاستي؟ كومبليكيشن اوف انجيوبلاستي لوكال كومبليكيشن لما كان الاكسس بيبقى في هيموريج، هيماتوما، سودا انيوريزم او ارتيروفينس فيستولا. ممكن يحصل كومبليكيشن للداي سيستميك كومبليكيشن زي الالرجيك رياكشن والنيفروتوكسيستي. ممكن يحصل ديسكشن للارتري او ديستال امبوليزيشن او ثرومبوزيس. الستنت نفسها ممكن يحصل لها فراكشر انفيكشن او ديسلوجمنت او استينوزيس. سيرجيكال تريتمنت اشهرهم الاند ارتريكتومي والباي باس اوبريشن. اند ارتريكتومي دي بعملها للوكالايزد ليجن، منشيل الاسيروما الانتما والاسيروما والانر لير اوف ذا ميديا،
وبنقفل الارتري او الارتريوتوم ونقفله بفين باتش. دي يا اما بعملها لوحدها كتريتمنت او بعملها مع اوبريشن اخرى للباي باس او الانشوبلاستي. زي انا بعمل باي باس فيمرو بوبليتال باي باس ولقيت في اسروما في الكومن فيمورال، فما اقدرش ازرع البروكسيمال انستوزيس وفي وجود الاسروما، بعمل اندارتريكتومي بيصلح المنطقه دي وبعمل انستوزيس هنا. الباي باس اوبريشن دي بريدج للليجن، ادي الليجن باص لي زي لو عندي اليك ارتري اوكلوجن بعمل اليو فيمورال او اورتو فيمورال، لو في سوبرفيشال فيمورال ارتري اوكلوجن بعمل فيمرو بوبليتيال، لو ديستال بوبليتيال ارتري اوكلوجن بعمل فيمرو انتيروتيبال او بوستيروتيبال، دي بيسموها اناتوميكال عشان ماشي مع اللاين نورمال لاين اوف بلاس سبلاي. لو خدت مثلا من رايت سايد والليفت سايد في السوبرا بيوبيك ريجون فيمرو فيمورال دي اسمها اكسترا اناتوميكال. مثال تاني الاكسترا اناتوميكال اكزيلو فيمورال او اكزيلو باي فيمورال او اكس اكس. كومبليكيشن اوف باي باسس اوبريشن ليها كومبليكيشن برضو زي الانشوبلاستي، غير الكومبليكيشن محتاجه جنرال او ريجونال انستيزيا، كومبليكيشن اوف انستيزيا في سبيسيفيك كومبليكيشن زي الجرافت انفكشن جرافت ثرومبوزيس and anastomotic aneurysm. والجرافت انستوزيس لو حصل ايرلي بديو تو فيلير في التكنيك، لو حصل ليه بديو تو هايبربليزيا. انذر اوبريشن زي اللامبر سيمباسيكتومي دي بعملها مع ادجوفنت مع الباي باس اوبريشن، لو عيان عنده السر عنده عمل امبيوتيشن والاسطمب بتاعه مش خايف ان يحصل له ديلينج للهيلينج. السيمباسيكتومي فايدتها بس بتعمل بازيريتيشن للبلاس سبلاي اوف ذا سكين اند سبكوتينس تيشوز. امبيوتيشن ده ديد تيشوز بعمل له ريموفال يا اما ماينور يا اما ميجور امبيوتيشن. لو على مستوى الفور فوت يعني تو امبيوتيشن او توز امبيوتيشن او ترانس ميتاتارسال ده اسمهم ماينور امبيوتيشن. لو الجنجرين كريبنج ابورد واخد الهيل واخد الليمب واخد الليج بعمل يا اما بلوني امبيوتيشن او ابابني امبيوتيشن وده بيسموه ميجور امبيوتيشن. ثانك يو.